السلام عليكم. اليوم إن شاء الله هنديروا الفقرة الثانية من درس علم المناعة، وهي الاستجابة المناعية الغير نوعية أو الطبيعية. أول حاجة نبداو بها هي سبب التسمية ديالها. علاش تسمات استجابة غير نوعية وعلاش تسمات استجابة طبيعية؟ تسمات استجابة مناعية غير نوعية كونها تكون موجهة ضد جميع المولدات المضادة دون استثناء، يعني بمعنى ان اي مولد مضاد كيف ما بغى يكون، اي مرض يدخل الجسم ديالنا، فيروسات ميكروبات وبكتيريات، الا وكتصدى ليه هذه الاستجابه المناعيه اللي كتسمى غير نوعيه، يعني ما كتفرقش في الانواع، كيف ما بغى يكون المولد المضاد كتقضي عليه. وثاني اسم اللي هي لماذا سميت طبيعيه. سمت بالاستجابه المناعيه الطبيعيه بحكم انها كتكون معنا منذ الولاده، وماشي كيكتسبها الجسم ديالنا مور ما كنتزادوا وكنبداو نكبروا شويه بشويه، انما كتكون معنا منذ الولاده وقايه من دخول شي مولد مضاد اثناء الولاده. ثاني فقره ندوزو لها هي الحواجز الطبيعيه. ما هي الحواجز الطبيعيه؟ بالنسبه لي نقدر نقول لكم الحواجز الطبيعيه هي واحد العناصر كاينين في الجسم ديال الكائنات الحيه كتحمينا او تقوم بوقايتنا من دخول واحد المولدات مضاده، وكنقدروا نقسموها لاربعه ديال الانواع ديال الحواجز الطبيعيه: حواجز ميكانيكيه، حواجز كيميائيه، وحواجز بيوكيميائيه، واخرى ايكولوجيه. نبداو بالحواجز الميكانيكيه. من بين الحواجز الميكانيكيه كاين الجلد. كمثال الجلد ديال اليد مثلا دابا كيحتوي على عده بكتيريات وفيروسات، ولكن هاد البكتيريات والفيروسات ما غيقدروش يدخلوا لي الجسم ديالي، وانما كيبقاو ملتصقين فقط في الجلد، غيقدروا يدخلوا الجسم ديالي في حاله واحده الى طرا شي جرح. من بين الحواجز الكيميائيه الميكانيكيه ايضا كاين الاغشيه المخاطيه. ندوزو لثاني نوع اللي هو الحواجز الكيميائيه. الحواجز الكيميائيه كتجلى في العرق، والعرق كيتفرز اثناء تكاثر الفطريات في الجسم، ووسائل الحمض كيقضي على هذه الفطريات. كاينين ايضا حواجز بيوكيميائيه. تتجلى الحواجز البيوكيميائيه في اللعاب والدموع. افراز اللعاب والدموع بكثره يدل على وجود واحد المولد مضاد في الجسم او في ديك المنطقه اللي كيتفرز فيها الدموع واللعاب. وكاخر حاجز ايكولوجي كاخر حاجز طبيعي كنلقاو الحواجز الايكولوجيه. وهاد الحواجز الايكولوجيه كتجلى فقط في البكتيريات النافعه. ما معنى بكتيريات نافعه؟ هي واحد البكتيريات كتعيش في الجسم ديالنا ما كتضرناش، بل على العكس من الضرر، فالوظيفة ديالها هي أنها كتقضي على واحد البكتيريات أخرى اللي كتسرب لنا الأنبوب الهضمي ديالنا، وكتكون بكتيريات ضارة كتجي هاد البكتيريات النافعة وكتقوم بالمحاربة ديالها. ثالث حاجة غادي ندويو عليها هي أنواع الكريات البيضاء في الجسم. عندنا صنفين ديال الكريات البيضاء، وبين قوسين الكريات البيضاء هي إحدى مكونات الجهاز المناعي. كتقسم لبزاف ديال الأصناف، وهاد الاصناف كاملين كيدخلوا في الجهاز المناعي كل صنف والدور ديالو. نرجعوا للانواع ديال الكريات البيضاء. عندنا صنفين، عندنا المحببات، وبالنسبه لهاد المحببات فيها اربعه ديال الانواع، فيها العدلات، الحمضات، القاعدات، والخلايا البدينه. كل وحده غادي نشوفوها الدور ديالها شنو كدير. وعندنا الصنف الثاني ديال الكريات البيضاء هم الوحيدات. هاد الوحيدات كيوصلوا لواحد المرحله كيتحولوا الى بلعميات كبيره. هادو هما انواع الكريات البيضاء. دوزو الرابع حاجه اللي هي عوامل التكميله. هاد عوامل التكميله هي واحد الجزيئات بروتينيه كنرمزو ليهم بحرف السي، وفيهم بزاف ديال الانواع او بزاف ديال الاقسام اللي هما من سي 1 ا سي 1 بي، سي 2 ا سي 2 بي، سي 3 ا سي 3 بي، حتى السي 9 ا والسي 9 بي. كل واحد من هاد عوامل التكميله الا وعندو الدور ديالو في محاربه المولد المضاد. نشوفوا بعض الادوار ديال عوامل التكميله. مثلا الا مشينا خدينا السي 5 ا غادي نلقاو ان الدور ديالو هو اللي كيقوم بتحديد موقع التعفن، بمعنى تحديد الموقع اللي فيه مولد مضاد. وهذا التحديد ديال الموقع ديال المولد المضاد كيتسمى بظاهره او عمليه الانجذاب الكيميائي. الا مشينا مثلا لعامل تكميله اخر اللي هو سي 3 بي غنلقاو ان الوظيفه ديالو هي تسهيل ظاهره البلعمه، وهاد ظاهره البلعمه غادي نشوفوها هي طريقه ديال الاستجابه الغير الاستجابه المناعيه الغير النوعيه. اذا سي 3 بي غنلقاوه كيدير لنا تسهيل ظاهره البلعمه. وما معنى تسهيل ظاهره البلعمه؟ نفترض مثلا ان هذا هو سي 3 بي،
وهذا هو المولد المضاد، وهذه هي الكرية البيضاء اللي غدير له ظاهرة البلعامة. إلا جات كرية بيضاء ما عندهاش كيفاش ترتبط بواحد المولد مضاد، داكشي علاش كيجي السيطر وبي كيرتبط بالمولد المضاد. كتجي البلعامية بالدور ديالها كتعرف على السيطر وبي حيت من الأعضاء ديال من مكونات الجهاز المناعي، إذا كتستطع أنها ترتبط بالسيطر وبي فتصبح بارتباط غير مباشر بالمولد المضاد، وبالتالي فالدور ديال السيطر وبي قلنا هو تسهيل ظاهرة البلعمة أو تسهيل عملية التثبيت التصاق البلعامية بالمولد المضاد. وكاينين عندنا عوامل تكميلة من سي 5 بي حتى سي 9 بي، هادو كاملين كيتحدوا فيما بينهم وكيديروا لي الطريقة الثانية لمحاربة المولد المضاد التي تسمى بمركب الهجوم الغشائي. ندوزو دابا للأعراض الالتهابية. شنو هي هاد الأعراض الالتهابية؟ متى تظهر في الجسم؟ باش نعرفوا شنو هما الأعراض الالتهابية خاصنا بداية نعرفوا علاش كتظهر عندنا في الجسم. من مور ما كيتخترق لي شي حاجز من الحواجز الطبيعية وباش نبقاو في الجلد، من مور مثلا ما كيطرا لي واحد الجرح في الجلد ديالي كيبداو يدخلوا لي البكتيريات وكيتسربوا لي البكتيريات والعناصر الضارة ونسميناهم في الفقرة الأولى من الدرس بالمولدات المضادة. كيبداو يتسربوا لي المولدات المضادة من داك الجرح نحو داخل الجسم. هاد التسرب ديال المولدات المضادة يؤدي إلى ظهور أربعة أعراض التهابية. أول واحد من الأعراض الالتهابية هو الانتفاخ، كاين عندنا الاحمرار، كاين عندنا الحرارة، وأيضا هناك الألم. خاصنا نعرفوا السبب أو الأسباب ديال هاد الأعراض الالتهابية، حيت كيف ما كنعرفوا ما كايناش شي حاجة كطرى في الجسم بدون سبب. كاين أول حاجة بعد دخول واحد المولد مضاد، يعني من مور ما كيتسرب ليه واحد المولد مضاد للجسم ديالي عبر اختراقه مثلا الجلد، يبدا يتسرب ليه داخل الجسم، كيجيو واحد الخلايا البدينه اللي صنفناهم في الجزء الاول من هذه الفقره، صنفناهم من بين الكريات البيضاء يعني من بين المحببات. كيجيو لي هاد الخلايا البدينه لموقع الجرح وكيفرزوا ليه واحد الماده تسمى بالهيستامين. هاد الهيستامين اش كيدير؟ يعمل على تمديد جدار الأوعية الدموية، بمعنى أن داك الجدار داك الأوعية الدموية داك الشعيرات الدموية كيتيراو. فاش كيتيراو كيتلاحظ عندي في الجلد ديالي أو في ديك المنطقة اللي مضروب فيها أنه وقع عندي واحد الانتفاخ نظرا لخروج البلازما ما نتعمقوش. ثاني حاجة كطرا من مور ما كيتمدد ليا جدار الأوعية الدموية كيتزاد ليا نسبة الدم اللي كدوز، إذا الصبيب ديال الدم كيتزاد تيولي الدم كيدوز بكثرة وبسرعة. المرور ديال الدم بكثرة وبسرعة يؤدي إلى ظهور الاحمرار والحرارة، و تيدخل ليا واحد العنصر آخر اللي هو البروستاغلاندين. هاد البروستاغلاندين يفرز في الجسم فيرجع داك الأوعية الدموية نافوذة. علاش نافوذة؟ كاينين في داك الشعيرة الدموية كيدوزو ليا كريات بيضاء وأخرى حمراء. أنا الهدف من أن الشعيرة الدموية تولي نافوذة خاص دوك الكريات البيضاء يقدروا يخرجوا. فين يخرجوا؟ كيخرجوا كيمشيو نحو موقع الالتهاب أو موقع التعفن، بمعنى كيمشيو للبلاصة فين دخل ليا المولد المضاد باش يبداو يحاربوه. إذا يفرز البروستاغلاندين من أجل إرجاع الشعيرة الدموية أو الأوعية الدموية نافوذة. علاش نافوذة؟ من أجل تسرب أكبر عدد ممكن من الكريات البيضاء من الشعيرة الدموية يخرجوا ويمشيوا نحو موقع التعفن. وأيضا هناك الضغط على النهايات الحسية، والضغط على النهايات الحسية يؤدي إلى الشعور بالألم، وهذو هما أسباب الأعراض الالتهابية. ندوزو دابا لآخر حاجة في هذه الفقرة اللي هي كيفية محاربة المولد المضاد. هاد المولد المضاد اللي تسرب ليا الجسم ديالي عندنا جوج ديال الطرق من اجل المحاربه ديالو. الطريقه الاولى تتسمى ظاهره البلعمه، والطريقه الثانيه كتسمى مركب الهجوم الغشائي. بالنسبه لنا نبداو بالطريقه الاولى، بعد دخول واحد المولد مضاد للجسم ديالي التسرب ديالو اختراق حاجز من الحواجز الطبيعيه، قلنا كيبانو عندي اعراض التهابيه، وكنا شفنا السبب او الاسباب ديال الاعراض الالتهابيه. شفنا السبب ديال الانتفاخ، الاحمرار، الحرارة والألم. دابا نرجعوا لمرحلة القضاء على المولد المضاد، يعني مرحلة المحاربة ديال واحد المولد المضاد. من مور ما بانوا لي أعراض الالتهابية،
كتجي مرحلة القضاء اللي قسمناها لجوج ديال الطرق. الطريقة الأولى هي ظاهرة البلعمة. هاد ظاهرة البلعمة عندها مراحل. المرحلة الأولى هي الانجذاب الكيميائي، بحكم أن هاد الكريات البيضاء ما عارفينش الموقع ديال المولد المضاد، ما عارفينش فين كاين عندي التعفن، كيجي عندي عامل تكميلة من نوع C5A اللي كنا دوينا عليه في الأجزاء الأولى، كيجي عندي عامل تكميلة من نوع C5A وكيدير لي واحد الظاهرة تسمى بظاهرة الانجذاب الكيميائي، بمعنى أنه كيحدد المكان ديال المولد المضاد، كيدير واحد لوكاليزاسيون ديال المولد المضاد في الجسم، فين كاين؟ لما كيلوكاليزي المولد المضاد طبيعة الحال للكريات البيضاء أي للبلعميات. من بعد ما تجي ظاهرة الانجذاب الكيميائي تندوزو للمرحلة الثانية اللي هي تثبيت البلعمية. ها هي البلعمية جات واقفة اون فاس مع المولد المضاد، تيخصها تثبت عليه، يعني تيخصها تلتصق بالمولد المضاد. كيجي عامل تكميلة C3B كيف ما قلنا، كيلتصق في المولد المضاد، كتجي البلعمية كترتبط بC3B فتصبح البلعمية على ارتباط غير مباشر بالمولد المضاد. وهذا الارتباط واخا كنقول عليه غير مباشر الا انه ارتباط كافي للقضاء على المولد المضاد. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة ظاهرة او مرحلة الابتلاع. من مور ما ارتبطت البلعمية بالمولد المضاد تيخصها تبتلعو، كيخصها تاكل داك المولد المضاد. البلعمية ما عندهاش فم، ما عندهاش يدين، داكشي علاش كدير ارجل كاذبة، كتبدا تصيب واحد الارجل كيدورو بد المولد المضاد وكيحيطو به كامل وكيدخلوه في فجوة بلعمية. وهاد العملية كنقولو عليها مرحلة الابتلاع، يعني ان البلعمية دارت بالمولد المضاد بأكمله وقدرت انها تدخلو لداخل وسط منها. تجي مرحلة اخرى اللي هي مرحلة الهضم. هاد مرحلة الهضم من مور ما البلعمية كلات المولد المضاد كتفرز ليه واحد المادة تسمى بالليزوزومات. هاد الليزوزومات نقدروا ناخدوها كمصطلح اللي احنا كنعرفوه بحال مثلا المنقاطع. هاد الليزوزومات كيفرتوا المولد المضاد، كيهدموه، كيقضيو عليه، بمعنى ان هاد المولد المضاد من بعد ما دخل وسط البلعمية وفرزات عليه الليزوزومات يتم القضاء عليه، وذلك عن طريق تفكيكه بواسطة الليزوزومات. وآخر مرحلة من مور ما تم القضاء على المولد المضاد يتم طرح حطام المولد المضاد خارج البلعمية، وهذه المرحلة تسمى بالطرح. من المسؤول عن الطرح؟ واحد الحويصلات تسمى بحويصلات الإخراج. هذه بالنسبة للطريقة الأولى اللي هي ظاهرة البلعمة. نشوفوا طريقة القضاء على المولد المضاد. الطريقة الثانية اللي هي مركب الهجوم الغشائي. قلنا بعد تسرب مولد مضاد للجسم وظهور أعراض التهابية وعرفنا الأسباب ديال الأعراض الالتهابية، نشوفوا دابا الطريقة الثانية اللي هي مركب الهجوم الغشائي. كيجيو عوامل تكميلة اللي صنفناهم من C5B C9B كيدوروا بالمولد المضاد كيلتصقوا فيه. فاش كيلتصقوا فيه كيديروا ليه هجوم على الغشاء ديالو. علاش هاد الهجوم؟ هاد الهجوم فقط من اجل احداث واحد الثقب في المولد المضاد. هاد الثقب بطبيعه الحال غيتسرب منه الماء والاملاح المعدنيه اللي كاينين في الجسم. تسرب الماء والاملاح المعدنيه اللي كاينين في الجسم داخل المولد المضاد يؤدي الى تفجير المولد المضاد. فاش كينفجر المولد المضاد بمعنى انه تم القضاء عليه. وتسمى هاد الطريقه بالصدمه الاسموزيه. عندنا حالات اخرى، مثلا نقدروا نقولوا ان هذا المولد المضاد قوي بزاف، بمعنى ان البلعميه فاش ابتلعاته في ظاهره البلعمه ما قدراتش عليه، واخا فرزات ليه ليزوزومات ما قدروش انهم يقتلوه. وعوامل التكميل ايضا فاش جاوا حاربوه وارتبطوا به في مركب الهجوم الغشائي ما قدروش انهم يديروا فيه واحد الثقب، يعني مولد مضاد قوي. هاد الشيء اللي كيخلينا نقولوا ان الاستجابه المناعيه الغير نوعيه فشلات في القضاء على المولد المضاد. الجسم ديالنا ما كيبقاش مربع يديه، كيدوز ديك الساعه الاستجابه مناعيه نوعيه اللي نشوفوها كفقره ثالثه ورابعه. علاش ثالثه ورابعه؟ حيت الاستجابه المناعيه النوعيه غنلقاوها كتنقسم لجوج ديال الاصناف، اما غتكون عندنا ذات مسلك خلوي او ذات مسلك خلطي. كنتمنى تكونوا راجعتوا الفقره الاولى اللي شفتوا اللي حطينا لكم، وهذه فقره ثانيه وان شاء الله تراجعوها قبل ما نحطوا لكم فقره ثالثه.
Thank you.